السلام عليكم. أدنس فيها خصائص كتيرة جدا، كل عليك ان انت هتيجي هنا هتلاقي ادوات كتيرة، تختار اللي انت عايزه وتقول له رن. على سبيل المثال عايز تجمع اريا، عايز تغير تكست الفونت بتاع التكست، عايز تلغي بالاي دي تدي له اي دي يلغي لك حاجة، عايز تعمل ماتش قول بارامتر فاليو ماتش اوفر رايت ان اكتف فيو. من ضمن مثلا الحاجات هودت ذات، يعني مين اللي عمل ديت، فبتعمل تحديد على الحاجة اللي انت عايزها وتقول له رن، يبدأ يجيب لك اسم الشخص اللي عمل الحاجة ديت. ممكن تقول له مثلا دي من ضمن الحاجات المهمة جدا، وانت شغال حسيت ان في حاجة غلط فتروح تعرف مين اللي اضاف الحاجة دي او مين اخر واحد عدل فيها. سيلكت اول سيميلر رن، وتختار مثلا حاجة زي كده، لو ليها اي سيميلر يبدأ ان هو يحددهم لك كلهم. ممكن تقول له مثلا انا عايز جريد، يعني هتعمل ايه، اي وول موجودة هيعمل جريد في مكانها، تمام. تقول له رن ويقول لك بقى حدد لي الوول وانا ابدا احط لك جريد من خلال الوول اللي انت هتحددها لي، فيبدا يعمل لك الجريد. ممكن تقول له مثلا عايز اعمل لينك كاد روبوت ريبورت او اوبن كاد فايل، تمام، دي ما كانتش بتحصل، فتقول له انا عايز مثلا ريلود كاد فايل. يعني كل الحاجات ديت الحاجات الخاصه بالكاد ما كانتش بتتعمل بشكل سلس، دلوقتي خلاص بتبدا تختار ملف الكاد وتفتحه. ممكن تقول له سنتر روم ان اكتف فيو ديليت نوت بليسد روم، تمام، هو اوتوماتيك يلغي الحاجات اللي هي اي روم مش موجوده في مكانها، تعمل رن هو اوتوماتيك يلغيها، تمام، يقول لك انت لغى كام واحده، تمام. الستير لو في السلوب كالكوليشن يشوفه لك، الوول ديس الاو جوين سم اريا. طيب خلينا نقول له اوت فينيش، يبدا يقول لك الاريا وزاوت اوبننج كذا، الاريا انكلود اوبننج كذا الاوبننج، ويبدا يجيب لك المعلومات الخاصه بالاريا الخاصه بالوول. فاداه ظريفه، تمام. ممكن تقول له انا عايز اعمل كرييت مالتيبل ورك سيت مثلا، فمجموعة كبيرة أوي من البرمجيات في حاجة صغيرة خالص، هسيب لكم الرابط بحيث إن أنتوا تتحملوه. هنا تبدأ تكتب كذا واحدة وتقول له رن، يروح مكريتهم له كلهم مرة واحدة. ممكن تبقى محتفظ بيهم كوبي بيست مثلا، أنت عندك عايز تضيف للتمبليت عدد معين من الورك سيت، تاخدهم كوبي من أي مكان وتحطهم وينشئهم لك مرة واحدة.